مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية في البلاد، هو اللي صادق على القوانين ويراقب تنفيذها، هو اللي يراقب وينظم الحياة العامة للدولة. الشيء هذا يتطلب ضرورة مستوى علمي ومعرفي معين، بمعنى أنه أعضاء مجلس النواب لازم يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة. وبما أنه احنا مقبلين على انتخابات تشريعية، فهل أن الشعب سيختار كفاءات علمية وقانونية لهذا المنصب؟ هل أن القانون سيتغير بفرض الشهائد العلمية للترشح لمجلس النواب؟ وبما أن الشعب أو المواطنين هم أصحاب القرار في ترشيح من يختارونهم، خرجنا للشارع وسألنا هل أنت مع أم ضد فرض الشهائد العلمية للانتماء لمجلس النواب وما أهمية ذلك على الدوام؟ تابعونا. أنا الحقيقة ضد، خاطر ساعة تلقى عبد له قاري له متعلم لشيء، أما في مخه حاجات ونجم يعمل تونس أكثر من عبد قاري وعنده شهادات وكل شيء. هذا البرنسيب متاع ما بتفرض على العباد، لا غلطه متصوراش صحيح، خلاها كما قبل وكه. اللي يحب يترشح يترشح، مهم تتوفر فيه الشروط نتاع العمر والجنسيه وكل شيء. هذا كيف ايه يلزم واحد يكون عنده نيفو عالي باش خاطر هذوما الناس باش يحكموا في البلاد، باش شكون ابل السلطه التنفيذيه لازم تكون عندهم نيفو باهي. اذا كان واحد ما عندوش نيفو ما نجمش يفهم لي بروبوزيسيون تاع الرئيس ولا لي بروبوزيسيون تاع لو بروميير مينيستر. فوالا فوالا النيفو لازم، حاجه لازمه، وان شاء الله تكون من برنامج الرئيس اللي باش يجي. شي معناتها واحد باش يترشح الحكايه كما هكايا باش ما عنده شيء، او مينيموم عنده شيء، عنده حاجات معناتها باجاج في راسه، باش معناتها مسيب هكاك فما حد شيء باش يتبدل. لو انت مثلا باش يجي يحكم واحد في مجلس رئيس ولا مجلس تاسيسي ولا حكايه، باش يجي يجي هكاك ويحط دبلومات وتيترويت وشنو عنده وشنو ما عندوش، ومن بعد ربي سهل هو ظهره مع الاخرين. يا اخي الشباب فاش قاعد يطلب؟ ما جاش انتخب، ومن بعد يقول لك هاي مقينا، تقوم برا يمشي انتخب، ومن بعد تقول لك ما عنديش وما ثماش. بون داكور ايسو، مي كومام ثما يلزم تمشي تنتخب، وبعد تقاب يقول لك والله مقينا وصافا با وما ثماش خدمه. تي برا انتخب بزاف، برا اعطي رايك شنو هي الدرج، برا امشي برا امشي انتخب اللي حاطه في مخك اللي هو باهي للبلاد. وموضوع الزوز هذوما سي القروي وسي قيس سعيد، كيفاش باش يكون؟ كيفاش باش يعمل هذا اسمه قيس؟ كيفاش باش يعمل؟ ما عندوش فلوس، لازم يكون معاها سياسيين عندهم فلوس. اللي عندهم فلوس الوقت الحاضر وغنيين وقويين الوقت الحاضر هي النهضة. صافي دير النهضة باش تعاود ترجع من أول جديد. جي غيان كونتخ، مي إذا كانت يرجعوا وتولي فيها مشاكل واغتيالات وانت شنو، لا ما حاشناش. مش باللازم يعني عامة الشعب مش ناس كلها قارية، ينجم انسان مش قاري وعنده في مخه اكثر من القاري. تو الفلاح على الاغلبيه مثلا قليل عن المهندسين فلاحيين في تونس، الاغلبيه الفلاح شكون باش يمثلهم؟ مثلا فلاح يعرف يعني ولد الدومين اللي غلط عليه السلعه والعلفه وكذا وكذا، فهمت؟ ومش يعني باللازم يكون قاري. يعني يا اخي اللي شفناهم نحن اللي حطوا تو كيما في المجلس التاسيسي اللي فات يعني قارين، يمهز لا صارت في تونس. تجي تحط لي رجل اعمال، يا رجل الاعمال ما باش يخدم المصالح نتاعو، باش يخدم مصلحه الشعب. انا ضد الفساد في تونس، واضح ولا؟ توا نحنا كيما قلنا قيس سعيد وكذا، انا من الناس اللي حطيته قيس سعيد ونتشرف اني حطيت يزي من منظومه الفساد. هذا ولد اختك ولد عمتك تحطه في المناصب وكذا كذا، يزي بلاد ما عادش تتحمل. مجلس نواب الشعب سامحني يا اخي شنو توا كيف ما تقول محبات؟ توا مثلا انسان عنده حزب، شكون باش يدعم له الحزب نتاعو هذاك بالفلوس مثلا؟ ما هو رجال اعمال، ولا كيف ما صار في نداء تونس وكما صار مع يوسف الشاهد، رجال الاعمال هذيك مادام تحطت عندها مصلحه، كيما قضيه قوالب الفاسد هذيك شكون قد؟ اي نعرفوا شكون اللي قد هكا، لكن الدوله لا تبالي، ما فماش قانون محاسبه في البلاد هذي. من اين لك هذا؟ ما عندناش. تتصلح البلاد كان اين لك هذا وتحاسب اللي غلط، تحاسبه قدام الشعب، واضح ولا؟ والشعب كل يبدا معاك هكاك ساتيسفي.
الحكاية نسبية، خاطر النظام التعليمي في تونس مش قاعد ينتج، معناتها في ناس قاعدة عندها أفكار وتصنع ربما المعرفة وتحاول معناتها تعبر على مواقفها بأكثر عقلانية وموضوعية. شفنا معناتها ناس عندها شهادة جامعية صحيح، ولكن كما شفنا العباد اللي عندهم شهادة مشاو لسوريا بالآلاف، كما شفنا جماعة معناتها عندهم شهادة معناتها المستوى المعرفي محدود جدا، ما تعكسش بالضروره، ولكن زادا فما مينيموم ناس ربما خايفه، عطات شفت ظواهر غريبه شويه، شفت سياسيين معناتها المستوى الاكاديمي منعدم والمستوى المعرفي منعدم، تحاول ربما بوجوه جديده اكاديميه، سيد جامعيين، ناس عندها دكتوراه، شهاده عليا، ربما تبدل شوي المشهد، ولكن مش بالضروره. قلت معناتها حسب امكانيات الشخص وحسب معرفه الشخص، لانه نجم تحصل على شهاده ولكن في نفس الوقت ما عندكش امكانيات كبيره وربما معرفه كبيره بالشؤون السياسيه وخاصه على مستوى الحوكمه وتسيير البلاد والتشريع وهذا الكل، معناتها هذا مطلوب ولهذا كيف كيف المعرفه زاده مطلوبه. اي بالطبيعه لازم يكون عنده اكسبيريونس ويعرف ايش يعمل في البلاد باش يشد منصب كيف هكاك، خاطر مصلحه البلاد ومصلحه الشباب اللي من بعده مرون عليه هو، معناتها دونك باز لازم يكون يعرف ايش قاعد يخدم وعنده معناتها اكسبيريونس. ذولي هذا جواب غلط، ذولي الفكر لازم تترسخ في الاذهان نتاع الشباب ان تكون مشاركه في مجلس الشعب، تكون يعني مبادرة مرسخة في الأذهان نتاع الشباب، ماهوش خاص بواحد براك يعني وتمشي ولا ما تمشيش، يلزمك تشارك وتمشي وتبدل رأيك وتشوف شكون الباهي وشكون الخايب باش تعرف شكون اللي يستحق أنه في المجلس هذاك يدافع عليك، وشكون اللي عنده رأي باهي ينجم يمثلك في المجلس هذاك. المجلس هذاك هو مجلس صحيح في المنظار أنه يمثل في برشا فئات نتاع المجتمع التونسي. بين قوسين جو سوي بور، يلزم يكون واحد في مجلس النواب على الاقل يكون عنده مستوى معين، يعني مش لعبه، هي لازم يكون عنده مستوى مش اي واحد، خاطر ما يجمش يفيد البلاد، يعني مينيموم يكون عنده دبلوم قاري بعد الباك، فما حاجات لازم تكون عنده، يعني يكون مستوى معين، فهمتني؟ مش معقول اي واحد. انا شفنا في مجلس النواب اللي تعداوا الكل، فما ناس تحضر وكهو مش في الاخر يقولوا له هز يدك تهز يدها ولا هز يدك من غير ما يعرف على شنو صوت. يا اخي تو قوانين، واحد يلزم الانسان يكون يعرف الاشياء هذه. صحيح، خاطر تونس كلها بالاكتيف، تو اللي تدخل بالاكتيف، تدخل نواب الشعب بالاكتيف، تدخل اي حاجه ولت بالاكتيف، تو فهمتني؟ مجلس نواب الشعب تو كذا كي تجي تشوفه معناها راك باش تلقاه واصل الدكتوراه وراك باش تواصل معناها استاذ ولا حاجه، باش تلقاه معناها لي موا نتاعو يا سبعه اساسي يا باك يا حاجه، معناها ما عندهمش مستوى. انا نتفرجوا كان جاو عندهم مستوى اخر مره وقتها اللي عداوها عرك وكلام زايد وتحسها معناها مالها ليلي بالرسمي، ما تحسوش مجلس نواب الشعب بالرسمي، الشعب مش فاهم، الشعب ما عاد الشعب والله. انا في رايك فما برشا كانوا في مجلس نواب الشعب ما عندهمش مستوى، بوتيتر مانيش نتبع انا مليح ممكن، اما بالطبيعه فما عباد ما تستحقش المنصب نتاعها. تحب تقول معناها يدخلوا فيها بالمحبات؟ انا ما نعرفش، اما حسب ما نسمع فما عباد ما تستحقش المكان اللي ماخذته والسلطه اللي ماخذتها. انا مع راي الشباب هذوما على خاطر اللي في نواب الشعب باش ياخذوا دي ديسيزيون باش يحكموا في مستقبل البلاد، ما يجيش معناها واحد ما يعرفش شنو صاير في العالم معناها ولا ماهوش مثقف بما فيه الكفايه باش ياخذ دي ديسيزيون اوسي امبورطانت. المفروض ما يكونوش موجودين جمله، مش بقعتهم صراحه، لازم يكون ثم شنو الاضافه اللي باش يزيدوها حتى شيء، فهمت؟ يعني انا مثلا برشا مشاريع نتاع قوانين، وواحد انا مانيش من الدومين هذاك ما نعرفهمش، يلزمني نسال وشوف واحد في بعض الاوقات، معظم الاوقات ما نفهمهمش، يلزم ثم ناس تفهم اش معناتها، اش معناتها اقتصاد، اش معناتها ماليه، اش معناتها عرفش انا دستور،
كله هذا لازم يكون واحد واعي بيه، ماشي غاديك باش تقعد تاخذ شاريه وتبنك كاو. يعني نلوم على الشعب اللي لو يعني يصوت للاشخاص كيفنا هذوما، معقول مصلحه بلاد كامله وعندنا شباب لاباس عليهم عندهم مستوى راقي ما تلقاهمش في المجلس النواب عليه؟ وبين كبيرك احنا الكبار يلزمنا نسلموا بصراحه يزي هكا ماك خدمت وعملت واحد شد دارك تلاب حاجات اخرى، خلي الامور هذه عند الشباب. يا اخي الشباب وقتاش باش يدخل المجالات هذه؟ وقتاش باش يدخل مجلس النواب؟ وقت ولي كبير ما عادش ينفع. متطلبات نتاعهم مش كيما نتاعنا احنا، العصر اللي عشنا فيه مش العصر اللي يعيشوا فيه هما الشباب صراحه. احقاقا للحق لازم الواحد يكون واقعي. انا جو سوي بور يصوتوا للشباب، خاطر المستقبل شكون؟ مش اللي نحن راهو احنا سي كمان مستقبل اليوم، هما لازم يخموا على المستقبل تاعهم. فهمت؟ هذا الاشكال اللي قاعد صاير عندنا. ان شاء الله الانتخابات التشريعيه هذه يكونوا برشا شباب موجودين، فهمتني؟ باش يعاونوا على هم البلاد، فهمتني؟